بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله. مرحبا بكم في هذا المجلس الذي نتحلق فيه سويا للتعرف على العلوم الإسلامية من حيث فلسفة هذه العلوم ومن حيث تاريخ هذه العلوم. فإحنا اتفقنا منذ البداية أن إحنا سندرس العلوم الإسلامية لا من جهة التفاصيل والمسائل، ولكن من جهة نفهم كيف ينتج العقل الإسلامي العلم، كيف يتصرف العقل الإسلامي مع المسائل المختلفة، كيف ينظر الإنسان المسلم لمسألة العلم والتعليم والتعلم، وهل العلم عندنا في الإسلام ينفصل عن القيم. رأينا في الجزء الذي قرأناه من كتاب العلم، احنا طبعا كنا حددنا لتحقيق هذه الغاية ان احنا نقرأ في هذا المجلس عدد من الرسائل والكتب والفصول. حددنا ان احنا هنقرأ كتاب العلم من إحياء علوم الدين، قلنا إن إحنا هنقرأ زبدة العلوم للإمام الشعراني، قلنا إن إحنا هنقرأ الرسالة اللادونية للغزالي، قلنا إن إحنا هنقرأ إحصاء العلوم للفارابي، قلنا إن إحنا هنقرأ الجزء الخاص بتصنيف العلوم أو أصناف العلوم من مقدمة العلامة ابن خلدون رحم الله علماءنا جميعا. أحسب أنه إن شاء الله باكتمال هذه المنظومة اللي حضر منكم هيقدر يكون فكرة كويسة عن العلم في الإسلام، وهيعرف فكرة كويسة عن فكرة اختلاف المسلمين عن غيرهم في النظر لمسألة العلم والتعلم. يمكن يعني ظهر لنا أن العلم في الإسلام يرتبط بقيم، ظهر أن العملية التعليمية عبادة من خلال قراءتنا لربع لكتاب العلم من إحياء علوم الدين. ظهر لنا أن العملية التعليمية تحتاج إلى متعلم، وهذا المتعلم ينبغي أن يتأدى بآداب. فالمسألة ليست مسألة حشر معلومات في الأدمغة، وإنما هي مسألة تأدب بالعلم وارتقاء بالعلم وتقرب إلى الله بالعلم، وليست مسألة معرفة معلومات بحيث يصير الإنسان كمبيوتر صغير يتباهى بعلمه أمام الناس. ظهر لنا أيضا من خلال قراءتنا لربع لكتاب العلم من الإحياء أن العملية التعليمية تحتاج إلى معلم، وأن هذا المعلم أيضا ينبغي أن ترتبط عنده العملية التعليمية بالهدف منها وبالقيم الحاكمة لها. فكما أن المتعلم عليه آداب، فكذلك المعلم ينبغي عليه أن يلتزم ببعض الآداب التي إن خرج عنها تجعله مذموما في الدنيا والآخرة، تجعله من علماء السلطان أو من علماء الشيطان، وتجعل علمه وبالا عليه يوم القيامة. ظهر لنا أيضا أن العلم في الإسلام يرتبط بمقاصد الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالمسألة أيضا مش مسألة علم للعلم، مفيش في الإسلام أو في المنظومة الإسلامية ما يسمى أنا أتعلم لأجل العلم أو لأنني أستمتع فقط بعملية التعلم، وإنما هذه العملية مرتبطة عندنا بالهدف من الوجود. فإحنا لا نستطيع أبدا أن إحنا نفصل بين سبب وجودي على هذه الأرض، الذي حين نقرأ القرآن نعلم أن هذا السبب مقسم إلى ثلاثة اتجاهات: أنا موجود على هذه الأرض لعبادة الله، أنا موجود على هذه الأرض لعمارة الأرض، أنا موجود على هذه الأرض لتزكية النفس. الله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى يقول: نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها،
قد أفلح من زكاها. الله سبحانه وتعالى يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وبالتالي المسلم في عملية التعلم، في عملية التعلم لا يستطيع أبدا أنه يفصل عملية التعلم عن الهدف من الوجود، وبالتالي يبحث كل متعلم عما يساعده على أداء هذا الهدف، وبالتالي بينقسم الناس في عملية التعلم إلى من بعض العلم لديه فرض عين، ومن بعض العلم لديه سيكون فرض كفاية، يعني ستختلف الأمور بهذا. ثم سينقسم الناس أيضا بحسب حاجتهم إلى هذه العلوم، فهل هو يحتاج إلى هذه العلوم يعني ليكون معلما، أو يحتاج لهذه العلوم لأنه يريد أن يعني يطلب الآخرة مثلا. فوجدنا إنه الإنسان إذا كان نوى أن يسلك طريق الزهد والسلوك والتصوف وكذا، زي ما قرأنا في كتاب زبدة العلوم، وهنجد إنه الإنسان حاجته لكثير من العلوم يعني لن تكون قائمة، لأنه تركيزه على العمل أكثر من تركيزه على العلم، وإنما يحتاج المسلم إذا نوى ذلك إنه يحصل فروض الأعيان، ثم بعد ذلك يركز على المسائل التي يحتاج إليها. وكان يمكن من أهم الحاجات اللي إحنا قرأناها إنه المسلم إذا سلك طريق العبادة فإنه لم يحتاج لغالب أبواب الفقه، لأن أموره مبنية على المسامحة، بينما أبواب الفقه مبنية على المشاححة ونحو ذلك، مما قاله سيدنا الإمام الشعراني عليه رحمة الله تعالى. ظهر لنا أيضا، يبقى هذا ما ظهر لنا من قراءتنا لكتاب العلم لحجة الإسلام الغزالي، إن العملية التعليمية فيها عالم، فيها متعلم، فيها محتوى. هذا المحتوى بيختلف باختلاف الشخص وباختلاف الغرض، وهذا المحتوى غير مفصول عن القيم الإسلامية، هذا المحتوى غير مفصول عن الغرض من الوجود، بل هو مرتبط به ومكمل له لا ينفصل عنه. ظهر لنا أيضا من قراءتنا لكتاب زبدة العلوم إن الإنسان ينبغي إنه ويأخذ من هذه العلوم ما يحتاج هو إليه، فالمسلم لا يتعلم ليباهي ولا ليماري، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، فهو في النار، أو فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يأخذ من العلوم ما يحتاج إليه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ظهر لنا أيضا من قراءتنا للرسالة اللدنية لحجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله تعالى إنه العلم في الإسلام مصادره أوسع وأرحب مما هو موجود لدى الأمم الأخرى، فإذا كان الأمم الأخرى دوائر العلوم عندها تبدأ بالعلم الذي مصدره الحس أو التجربة، وبعضهم يأخذ بالعلم الذي مصدره العقل، فالمسلمين دوائر المعرفة عندهم أوسع وأرحب، فالمسلمين يأخذون بالعلم الذي مصدره الحس، المسلمين يأخذون بالعلم الذي مصدره العقل، والعقل والعقلانية عند المسلمين لا تعني التأمل ولا الانطباعات، وإنما هي قوانين يسير فيها العقل المسلم ليصل إلى النتائج. طيب، فإحنا قلنا إنه ظهر لنا من خلال قراءتنا، وسيظهر لنا لما نكمل الرسالة اللدنية، إن مصادر المعرفة عند المسلمين متسعة، فتشمل المعرفة التي مصدرها الحس، المعرفة التي مصدرها الخبر، المعرفة التي مصدرها العقل، ثم لبعض عباد الله مصدر معرفي آخر يدعو المسلم للاجتهاد في العبادة، ويحث المسلم على ربط العبادة بالهدف من الوجود، وهو مصدر الكشف أو تعليم الله سبحانه وتعالى لبعض الناس. احنا ليه بندرس هذا الكلام؟ حتى نعرف، وحتى لا ننكر، وحتى نتعرف على الثقافة الإسلامية، وحتى نتعرف على العلم الإسلامي كيف هو، وحتى تتسع آفاقنا. فأنا مش جايين في هذا المجلس علشان نقول لحضراتكم الكلام اللي ممكن تسمعوه في أي مكان، وإنما احنا هدفنا إن احنا نوسع آفاق الناس، إن احنا نعرف المسلمين الأجيال الحاضرة من الشباب ومن البنات من المسلمين والمسلمات ما هو العلم في الإسلام، وكيف كان علماؤنا ينظرون لمسألة العلم والتعلم، وكيف ينظرون إلى الوجود من خلال هذه المصادر المعرفية المتسعة والمتنوعة.
طيب نرجع لمرجوعنا. احنا الحمد لله ربنا اكرمنا وخلصنا المره اللي فاتت كتاب العلم من الاحياء. النهارده احنا مستمرين مع حجه الاسلام الغزالي عليه رضوان الله تعالى في الرساله اللادونيه. كنا وقفنا هنا فصل في بيان طرق التحصيل للعلوم، اليس كذلك؟ طيب هو حجه الاسلام الغزالي قسم العلوم إلى علوم نقلية وعلوم ماذا؟ علوم عقلية. ثم تحدث عن العلوم، العقلية، وقسمها إلى مراتب. قسم هذه العلوم إلى مراتب، فقال المرتبة الأولى العلم الرياضي والمنطقي، ليس كذلك؟ العلم الرياضي والمنطقي، وتحدث عن العلم الرياضي والمنطقي وأنواعهما ومن يندرج تحتهما من علوم. ثم قال المرتبة الثانية العلم الطبيعي، وهو العلم الذي يدرس العالم، خواص الأجسام والجواهر والأعراض ونحو ذلك، ويدخل فيه علم الطب والأدوية وصناعة الكيمياء أو كذا. ثم المرتبة الثالثة وهي النظر في الموجود، النظر في ماذا؟ في الموجود. دي المرتبة الإيه؟ المرتبة الثالثة. قال هي المرتبة الثالثة وهي العليا، هي النظر في الموجود، ثم تقسيم هذا الموجود إلى الواجب والممكن. النظر في الموجود هذا بحث من مباحث العلم الفلسفة بوضعها الحالي. قلنا لحضراتكم قبل ذلك لو تذكروا أنه الفلسفة قديما كانت تطلق على تقريبا كل العلوم العقلية، ثم صارت في العصر الحديث تطلق على ثلاث مباحث فقط: مبحث الوجود، ومبحث المعرفة، ومبحث القيم. فمبحث الوجود ماذا يدرسون في هذا المبحث؟ يدرسون في هذا المبحث الوجود بما هو موجود، يعني ينظرون إلى هذا الوجود كيف هو، فيبدأوا يقسموا هذا الوجود إلى وجود واجب ووجود ممكن. ينظرون في العالم فيجدون أن هذه الموجودات في العالم ممكنة الوجود. لماذا هي ممكنة الوجود؟ لأنها متغيرة، متقلبة الأحوال. ثم يقولون إنه إذا كان هذا الوجود الذي نراه ونشاهده ممكن الوجود، فإذا لابد أن يستند هذا الممكن إلى واجب، لأنه لا يعقل أن يأتي الممكن من نفسه أو يأتي من ممكن آخر، لأن الممكن يحتاج في وجوده إلى واجب. فبالتالي يبدأوا يقسموا الوجود إلى وجود واجب ووجود ممكن، ثم يتحدثون في أحكام الوجود الواجب أو في أحكام الواجب، ثم يتحدثون في أحكام الممكن. وده بحث فلسفي، يعني غالب المشتغلين به الفلاسفة والمتكلمين لما بيدخلوا معهم في هذه المسألة بيدخلوا لتصحيح وتقويم ورد هذه المسائل، يعني والرد على بعض هذه المسائل التي تخالف العقيدة الإسلامية من وجهة نظر المتكلمين. قال والمرتبة الثالثة وهي العليا النظر في الموجود. لذلك مبحث الوجود في الفلسفة يعد من أصعب المباحث، يعد من أصعب المباحث اللي ممكن الناس تدرسها. وهيجي لنا إن شاء الله وإحنا بنقرأ في كتاب موقف العاقل كلام الشيخ مصطفى صدري عن بعض المسائل المتعلقة بهذا. قال ثم النظر في الصانع وذاته وجميع صفاته وأفعاله وأمره وحكمه وقضائه وترتب ظهور الموجودات عنه. ما هو إحنا قلنا بقى بيبحثوا في أحكام الواجب، فكيف حدث الممكن من الواجب؟ هل بطريق الصدور ولا بطريق الخلق والإنشاء؟ طريق الصدور قلنا معناه يعني إنه ممكن نشأ من الواجب بالضبط كما تنتج المكنة أو تنتج الآلة المنتجات المختلفة، يعني بلا اختيار. والكثير من الفلاسفة يذهبون إلى هذا الرأي فيقولون إن الكون صدر عن الله، صدر عن الله تعالى، ويقصدون بذلك إنه صدر عن الله سبحانه وتعالى
بلا اختيار منه، وإنما الله خالق لأنه ينبغي أن يخلق، يعني يقولون هذا. ثم المتكلمين يردون عليهم ويقولون بل الكون نشأ عن الله سبحانه وتعالى بسبب إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته المطلقة وباختياره وإرادته دون إكراه، وإلا لا يصح أن يكون إلها ولا يصح أن يكون واجبا. والمسألة محل نقاش طويل في علم الكلام وفي الفلسفة. فإذا يقول وترتب ظهور الموجودات، يعني ثم النظر في العلويات، أيضا من ضمن مباحث الوجود مسألة النظر في العلويات. طبعا مسألة ما الذي يعني العلويات هنا المراد بها الكائنات العليا أو المراد بها المسائل العليا. العلويات والجواهر المفردة والعقول المفارقة والنفوس الكاملة، ثم النظر في أحوال الملائكة والشياطين. الفلاسفة عندهم اعتقادات كده معينة، مش عارف حضراتكم اطلعتم على بعضها أو لا، لكن الفلاسفة بيعتقدوا إنه الله سبحانه وتعالى خلق ما يسمى العقول العشرة، وخلق أيضا، وهذه العقول متصرفة في الكون بشكل ما. ينظرون في هذه العقول وكيف صدرت عن الله سبحانه وتعالى، وغالب كلام الفلاسفة في هذه المسائل كلام هو محض تخمين أو كلام مأخوذ عن فلاسفة اليونان ثم بنوا عليه بعد ذلك. يعني مثلا السيد البطليوسي بيقول إن مراتب الوجود، يعني هو يرتب الوجود كده مراتب من الأعلى إلى الأدنى، يقول إن أعلى مراتب الوجود هو وجود الله سبحانه وتعالى، ويسمي الله سبحانه وتعالى العلة الأولى أو علة العلل أو السبب الأول. ثم يقول يلي هذه المرتبة في الوجود اللي هي وجود الله سبحانه وتعالى، يلي الله سبحانه وتعالى في الوجود ما يسميه الثواني، يعني الوجودات الثواني، يعني التالية للوجود الكامل الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى. بيسمي الوجود ويسمي الثواني دي العقول المجردة التسعة، العقول المجردة التسعة. ثم يليه في المرتبة ما يسميه العقل الفعال، ما يسميه ماذا؟ العقل الفعال. والعقل الفعال هذا مثل العقول المجردة التسعة، هي مجردة يعني مجردة عن المادة، يعني ليست مادية، ليست أمورا مادية، هذه العقول مجردة يعني ليست ماديات. ثم العقل الفعال هو أيضا مجرد عن المادة، لكن الفرق بين العقل الفعال والعقول الثواني اللي هي العقول التسعة هذه، إنه العقل الفعال موكل بعالم العناصر، بينما العقول التسعة موكلة بالأفلاك التسعة. يعني هم يعني كأنه العقل الفعال مهمته هذا العالم الذي نحن جزء منه اللي هو العالم الأرضي، العقول التسعة موكلة بعالم السماوات وما فيها من أفلاك مختلفة. ده الفرق بين العقول التسعة والعقل الإيه والعقل الفعال. والفرق أيضا بيقول أيضا من الفرق بين العقول الثواني والعقل الفعال، إن العقل الفعال تسري قوته في الأجرام الناطقة التي دون فلك القمر، بينما هذا غير موجود في العقول الثواني. فإذا هناك اختلاف في الوظيفة بين العقول التسعة وما يسمونه العقل الفعال. يبقى كده عندنا كم مرتبة من مراتب الوجود؟ ثلاثة. المرتبة الأولى وجود الباري سبحانه وتعالى، المرتبة الثانية الثواني اللي هي العقول التسعة، المرتبة الثالثة العقل الفعال، العقل الفعال. والفرق بينهما إنه العقل الفعال يعمل في عالم العناصر، العالم الأرضي الذي تحت فلك القمر، بينما العقول التسعة تعمل في الأفلاك التسعة أو مختصة بعالم السماوات. الوجود الرابع أو المرتبة الرابعة من مراتب الوجود وجود النفس، وجود ماذا؟ وجود
النفس. والنفوس مختلفة، ورتبوا أيضا النفوس إلى مراتب، فهناك النفس النباتية، وهناك النفس الحيوانية، وهناك النفس الناطقة. ولما يقولوا النفس الناطقة يعني النفس الإنسانية. رتبوا أيضا النفوس إلى هذه المراتب، وبعضهم يزيد في هذه النفوس فيقول هناك النفس النباتية، وهناك النفس الحيوانية، وهناك النفس الناطقة، وهناك النفس الفلسفية، وهناك النفس النبوية. فدي أيضا مراتب، أدناها طبعا النفس النباتية، وأعلاها النفس النبوية. فهذه هي النفس النبوية، هي النفس الكاملة. ثم يقولون يبقى كم مرتبة كده من مراتب الوجود؟ كم مرتبة كده من مراتب الوجود؟ المرتبة الأولى وجود الله سبحانه وتعالى، طبعا ده كلام الفلاسفة، ده كلام الفلاسفة، هتلاقوه في كتب فلاسفة اليونان وغيرهم. المرتبة الأولى وجود الله، المرتبة الثانية وجود العقول التسعة، المرتبة الثالثة العقل الفعال الذي يتصرف فيما تحت فلك القمر، ثم بعد ذلك مرتبة وجود النفس. والنفوس أيضا مراتبها في الوجود متفاوتة، من أول النفس النباتية لحد النفس النبوية. طيب المرتبة الخامسة من مراتب الوجود قالوا وجود الصورة. وجود ماذا؟ الصورة. إيه الصورة ديت؟ الصورة هي الشكل الذي تظهر فيه المادة أو الهيولة. فإحنا الآن لما حضراتكم تبصوا الكمبيوتر اللي قدامكم، الكمبيوتر دوت فيه طول وفي عرض وفي عمق. طوله ليس هو الكمبيوتر، عرضه ليس هو الكمبيوتر، وبالتالي هناك صورة تظهر فيها المادة. فإحنا عندنا الخشب، الخشبية دي مادة مثلا، تظهر الصورة، تظهر المادة الخشبية اللي هي بيسموها الهيولة، تظهر في صور مختلفة. فيبقى عندنا خشب معمول سرير، في عندنا خشب معمول ترابيزة، في عندنا خشب معمول كرسي، وهكذا. فالمرتبة الخامسة من مراتب الوجود اللي هي الايه؟ الصورة. ثم بعد ذلك المرتبة السادسة الجوهر. المرتبة السادسة مرتبة الايه؟ الجوهر الذي يحمل ماذا؟ الذي يحمل الصورة. دي افكار الفلاسفة، يعني ده كلام الفلاسفة. طبعا لما نيجي نسألهم، طبعا الترتيب ده زي ما قلنا من الأعلى للأدنى، فوجود المادة أو الهيولة أو الجوهر الحامل للصورة دوت هو أدنى مراتب، أدنى مراتب الوجود وأنقص مراتب الوجود. طبعا ده كلام الفلاسفة. لما نيجي نقول لهم يا جماعة انتوا الكلام دوت ايه الدليل عليه؟ تمام كده؟ الكلام دوت حضراتكم ممكن تلاقوه في كتاب هحط لكم اللينك بتاعه النهارده ان شاء الله، اسمه الحدائق، اسمه الحدائق البطيوسي. احنا كنا قرأنا منه قبل ذلك في مجلس اجزاء في مجلس علم النفس، ان شاء الله يعني نحط لكم اللينك. فدي افكار الفلاسفه حول تصور مساله الوجود. ابو حامد الغزالي بما انه بيقسم العلوم فهو الراجل بيجيب لنا اللي موجود، ماشي كده، بغض النظر عن موافقته على هذا الكلام او عدم مخالفته. فهو بيقول لك انه من يدرسون مبحث الوجود يتحدثون في هذه المسائل، بغض النظر بقى عن الاختلافات العريضة الطويلة في هذه الأمور كلها. فهتلاقوا في كل مسألة من هذه المسائل في خلافات بين الذين يتناولون هذه المسائل. طيب فده تصور الفلاسفة عن الوجود. طبعا المتكلمين لما جم عدلوا كتير من هذه النظرة، وافقوهم في بعض الأمور، خالفوهم في بعض الأمور. وعلم الكلام أصلا ما نشأ علم الكلام إلا للرد على هذه الأفكار الفلسفية التي لا تستند إلى دليل، تمام، ونشأ لتثبيت العقائد التي جاء بها القرآن. لكن أبو حامد الغزالي هنا ينقل ما عند الفلاسفة. فلذلك قال إنه اللي بيدرسوا مبحث الوجود من الفلاسفة، ثم جاء بعد ذلك المتكلمين، يعني هم بيتكلموا في موضوع المتكلمين دخل عشان يصححوا هذا الموضوع، فلا بد أن يتحدثوا في نفس المسائل التي يتحدثون فيها. فهم بيتحدثوا في مسألة الجواهر الفردة، بيتحدثوا في مسألة العقول المفارقة، بيتحدثوا في مسألة النفوس وأنواعها، والنفوس الكاملة والنفوس غير الكاملة وكذا. قال ثم النظر في أحوال الملائكة والشياطين. فهو الفلاسفة طالما بيقروا بأنه في
وجود مجرد عن المادة. فإذا إيمانهم بوجود من نسميه نحن الملائكة والشياطين ممكن وإن سموه بأسماء أخرى. لذلك أبو حامد الغزالي في بعض كتبه بيقول إن النفس الفلكية، يعني هم يعتقدون الفلاسفة إن هذا الفلك، الأفلاك اللي موجودة في السماء دي، النجوم اللي حضراتكم شايفينها ديت وحركة الكواكب في هذه السماء، يعتقدون أنها نفس، يعني مش مجرد كده كائنات جامدة، لا يعتقدون أنها نفس فيها روح يعني. أبو حامد الغزالي بيسمي هذه النفس الفلكية الملائكة، تمام كده. فالقصد هنا إنهم ينظرون في الملائكة والشياطين أو ينظرون في الموجودات المجردة عن المادة التي نسميها نحن الملائكة والشياطين، باعتبار أن الملائكة يعني نفوس مجردة عن المادة تحث على الخير أو تفعل الخير، والشياطين نفوس مجردة عن المادة أو مخلوقات مجردة عن المادة تحث على الشر. قال: وينتهي إلى علم النبوات وأمر المعجزات وأحوال الكرامات باعتبارها أمور خارقة للعادة، ويفرقون بين علم النبي وعلم الفيلسوف وعلم النبي وعلم غيره، وكيف تحدث النبوة. يعني الفلاسفة يتحدثون عن كيفية حدوث النبوة، فيحاولون فلسفة ويحاولون عقلنة هذه المسألة، فيقولون إن الإنسان في حاسة اسمها الحاسة باطنة، أو قوة في النفس الإنسانية باطنة اسمها الخيال. يقولوا إن هذه الحاسة إذا قويت هذه الحاسة استطاع الإنسان أن يأخذ من العقل الفعال، هكذا يصورونها. لذلك علماء الإسلام لما بيجوا يردوا عليهم بيقولوا إن هذا الكلام معناه أن النبوة مكتسبة، وإن الإنسان إذا تجرد وتريض ولم يكسر الطعام وصام وانعزل وكذا ممكن يبقى نبي. فلذلك بعض الفلاسفة هذا الكلام الذي يقولونه يقول ومعناه إنه النبوة ليست اصطفاء وإنما هي ماذا؟ هي مكتسبة. فالقصد إنه الفلاسفة بيحاولوا يعني يخوضوا بعقولهم في كافة الأمور، ويحاولون إيجاد منظومة فكرية لكافة الأمور، ما هي النبوة وكيف تحدث. ما يعني هو الفيلسوف لما أنت تقول له هذه إرادة الله هو لا يقنع بهذا، لأنه هو طريقه في المعرفة النظر العقلي، لا يعتبر أصلا الوحي في النظر إلى الأمور، هو عنده عقله فقط، هذا طريقه في المعرفة. فلذلك هو يحاول عقلنة النبوة، يحاول عقلنة المعجزة، يحاول عقلنة الكرامات ونحو ذلك. قال: والنظر في أحوال النفوس المقدسة وحال النوم واليقظة، ماذا يحدث الإنسان في حال النوم، وماذا يحدث الإنسان في حال اليقظة، ومقامات الرؤية وأنواع الرؤية ونحو ذلك. كل ده بيدرسه الجماعة المهتمين بهذا العلم وفقا لكلام أبو حامد الغزالي عليه رحمه الله. قال: من فروعه اللي هو بقى إيه؟ الضمير هنا راجع على إيه؟ من فروعه اللي هو الوجود. قال: من فروعه الطيلة سماك. الطيلة سماك، يعني الكلمة دي هتلاقوها حضراتكم بتارك كتير في بعض الكتب وبعض المشايخ بتقراها غلط، فهي الضبط الصحيح ليها علم الطلسمات. ما هو علم الطلسمات؟ احنا كنا قرأنا قبل ذلك مع بعض الطلاب، وأظن كنا عرفناه أيضا عندكم، السيد علوي الثقف له كتاب اسمه الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية. في هذا الكتاب تحدث عن بعض هذه العلوم في أثناء حديثه وغير ذلك. الناس اللي فاتحين المايك ممكن يقفلوه. فقال وهو بيتكلم عن علم الطلسمات، قال: وهي الخطوط المجهولة المعاني. ده كلام مين؟ كلام السيد علوي الثقاف صاحب كتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية. في هذا الكتاب بيعرف علم الطلسمات، بيقول: وهي الخطوط المجهولة المعاني، وفي معناها كل اسم عجمي جهل معناه. وقد قرن الإمام الغزالي بين علم الطلاسم والسحر، حيث قال في الإحياء: وبعض العلوم ربما كان مضرا بصاحبه أو بغيره، كما يذم عمل السحر والطلسمات. فكأن أبو حامد الغزالي
يعتبر انه من علوم السحر علم ماذا؟ علم ابطيل الاسماء. حضراتكم هتشوفوا كده يمكن، او بعضكم شاف انه في كده ايه، خطوط، جداول، مربعات مكتوب فيها حاجات. المربعات والخطوط والحاجات العجيبه اللي مرسومه ديت واللي مكتوب فيها كلمات غير مفهومه، العلم ده بيسموه علم ابطيل الاسماء. هل هو علم؟ نعم علم، ما السحر نفسه علم. يعني في كتب، في معلمين، وانتوا حضراتكم لو قرأتم في اليوم، لو حضراتكم قرأتم اليوم مثلا قصة أصحاب الأخدود، هتلاقوا إنه هذه القصة فيها إنه الغلام كان يذهب لساحر ليتعلم السحر، أو أرسله الملك في البداية، وحاكم البلدة في البداية، ليتعلم وليتقن علوم السحر. فالسحر يتعلم. فمن فروع علم السحر علم ابطيل الأسماء، إن الواحد يعرف يعمل جداول وخطوط ومثلثات ومكتوب فيها حاجات وحاجات زي كده. فدي أمور تكتسب وتتعلم، وإن كانت الشريعة حرمت ذلك. فلذلك إحنا بنقول دايماً إن مفيش حاجة اسمها علم للعلم. هناك علم يؤدي إلى الهدف أو يتفق مع هدفي من هذا الوجود، وهناك علم سيعطل مسيرتي من وجودي على هذه الأرض، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فعلم السحر من العلوم المحرمة. فهذه علم إيه؟ علم أبطيل الأسماء، وهي زي ما قال الشيخ الخطوط المجهولة الإيه؟ الخطوط المجهولة المعاني. قال علم أبطيل الأسماء، وقال إيه كمان؟ وعلم النيرنجات. أنا بس لعلي أكون بنطقها كويس، خلوني كده أشوف الشيخ هل أتى بها في هذا الكتاب أو لا. طيب أنا لا يحضرني الآن تعريف هذا العلم، أو ولكنه من علوم أيضا الإيه؟ السحر. فيعني خلونا يعني أبحث في هذا العلم، أشوف ما حقيقته بالضبط، ثم أخبركم في المرة القادمة إن شاء الله. قال أبو حامد الغزالي: ولهذه العلوم تفاصيل وأعراض ومراتب تحتاج إلى شرح جلي ببرهان بهي، ولكن باختصار أولى. يعني هو أبو حامد الغزالي ذكر من فروع هذه العلوم التي يشتغل بها الفلاسفة علم ابطيل الأسماء والنيرنجات، ولم يذكر مثلا مجموعة من العلوم الأخرى التي أيضا يشتغل بها المشتغلون بالفلسفة، زي علم الرمل وزي علم الاستخدام. أو شيخي، النسخة اللي احنا كنا بنقرأ منها موجود تحت تعريف النيرنجات، هو اسم علم وهو فارسي معرب يبحث في غراء الخواص الامتزاجات أو التخيلات والأخذ بالعيون، ولذا قيل إنها قريبة أو متحدة من الشعبذة التي عرفها بالحركات السريعة التي تترتب عليها الأفعال العجيبة، بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشيء وشبهه، فيحكم الرائي له بخلاف الواقع، وهو فرع من فروع علم السحر وتعلمه حرام. تاني كده في التعريف قال ايه؟ اسم علم وهو فارسي معرب يبحث في غرائب خواص الامتزاجات او التخيلات والأخذ بالعيون. يعني اذا كنا فهمنا صح الكلام اللي مكتوب، العلم دوت يعني هو شبه اللي بيعمله بمعنى الحوي، يعني الحاوي يمزج أمور بأمور بحيث يعني يخدع الأبصار، وبتكون يده خفيفة ونحو ذلك. إيه كده التعريف الثاني يا هدير لو سمحتي؟ اسم علم وهو فارسي معرب يبحث في غرائب خواص الامتزاجات أو التخيلات والأخذ بالعيون، ولذا قيل إنها قريبة أو متحدة من الشعبذة التي عرفها بالحركات السريعة التي تترتب عليها الأفعال العجيبة، حيث يخفى على الحس الفرق بين الشيء وشبهه، فيحكم الرأي له بخلاف الواقع، وهو فرع فروع علم السحر وتعلمه حرام. خدع بصري ربما يدخل فيه الخدع البصري، وربما يدخل فيه السحر، إن الواحد يكون بيعمل حاجة حقيقية مش مجرد خفة يد يعني. فلذلك هم عدوه من فروع علم السحر. طيب يبقى إذن أبو حامد الغزالي هنا ماذا فعل؟ قال إن هذه العلوم فيها تفاصيل كثيرة، ذكر هو بعضها. قال تحتاج إلى شرح جلي ببرهان بهي، ولكن الاختصار أولى. هو كان غرضه إيه؟ كان غرضه إنه
يقسم العلوم، كان غرضه انه يقسم العلوم علشان بعد ذلك يديك زبدة المسألة في نهاية الرسالة ويقول لك كيف تحصل هذه العلوم. ثم قال: اعلم ان العلم العقلي مفرد بذاته ويتولد منه علم مركب يوجد فيه جميع احوال العلمين المفردين. وذلك ايه هم العلمين المفردين؟ ايه هم العلمين المفردين؟ يعني انت عندك العلم النقلي ده علم مفرد، ثم العلم العقلي علم مفرد ايضا، تمام كده. العلم العقلي يدخل فيه النقلي. قال: اعلم ان العلم العقلي مفرد بذاته ويتولد منه علم مركب. هذا العلم المركب يتداخل فيه النقلي بالعقلي، يوجد فيه جميع احوال العلمين المفردين. وذلك العلم المركب، وذلك العلم المركب هو علم الصوفية. فعلم الصوفية يدخل فيه علوم النقل مع علوم العقل. كده بدأنا في العنوان الجديد اللي هو علوم الصوفية. يبقى إذا الشيخ هنا بعد ما تحدث عن أنواع العلم وقسم العلم إلى علم عقلي وعلم نقلي، ثم قسم علوم النقل وقسم علوم العقل، قال إنه علم الصوفية علم يمتزج فيه النقل والعقل. وطبعا تعبيره هنا بالعقل أيضا هيتضح بعد شوية ما مراده بالعقل. وذلك العلم مركب علم الصوفية وطريقة أحوالهم، فإن لهم علما خاصا بطريقة واضحة مجموعة من العلمين، مجموعة من العلمين. وعلمهم يشتمل على الحال والوقت والسماع والوجد والشوق والسكر الصح والإثبات والمحو، حاجات كده إيه، حاجات كده عجيبة. كل دي يا إخوانا، كل هذه مصطلحات، كل هذه ماذا؟ كل هذه مصطلحات. يعني لما نيجي مثلا، طبعا المصطلحات دي حضراتكم لو عايزين تعرفوها وتقروا عنها كويس، مفيش أحسن من الرسالة القشيرية. الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري عليه رحمة الله تعالى. لما نيجي مثلا للرسالة القشيرية نشوف مع بعض مصطلح الوقت. ماذا يريد المتصوفة بمصطلح الوقت؟ هنلاقي أبو القاسم القشيري بيقول: الوقت، حقيقة الوقت عند أهل التحقيق، حادث متوهم علق حصوله على حادث متحقق. فالحادث المتحقق وقت للحادث المتوهم، تقول آتيك رأس الشهر، فالإتيان متوهم ورأس الشهر حادث متحقق، فرأس الشهر وقت الإتيان. ده إيه؟ ده تعريف الإيه؟ ده تعريف العقل عند كل الناس، إنه شيء متحقق هيحصل فيه حاجة إيه؟ حاجة متوهمة لسه مش متحققة. طيب، يقول: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: الوقت ما أنت فيه، إن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبة فوقتك العقبة، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور، وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن. يعني عايز يقول إن الصوفي ابن وقته، يعيش الحالة التي هو فيها ولا يبحث عن حالة أخرى لامتلاء قلبه بالرضا عن الله سبحانه وتعالى مهما تغيرت عليه الأحوال. يريد بهذا أن الوقت ما كان هو الغالب على الإنسان، وقد يعنون بالوقت ما هو فيه من الزمان، فإن قوما قالوا: الوقت ما بين الزمانين، يعني الماضي والمستقبل، يعني الوقت هو الحاضر. ويقولون: الصوفي ابن وقته، يدون بذلك أنه مشتم بما هو أولى به من العبادات. يعني الصوفي بينظر لكل وقت ما واجب الوقت، يجب علي في هذا الوقت، فينشغل بواجب الوقت ولا ينشغل بشيء آخر. تمام كده؟ يعني إلى آخر التعريفات التي سيريدها أبو القاسم القشيري عليه رحمة الله تعالى. لما نيجي مثلا في مصطلح المقام، هتلاقوا أيضا في الرسالة القشيرية، حضراتكم نزلوها النهاردة، هتلاقوا هذه المصطلحات مشروحة في الرسالة القشيرية. في مصطلح المقام مثلا هيقول: ما يتحقق به العبد بما زلته من الآداب، أو بزوره فيه من الآداب. يعني الجماعة الصوفية بيشبهوا السير إلى الله سبحانه وتعالى وهو سير معنوي بالسير المادي. اعتبرون إن الإنسان بيقطع مرحلة بعد مرحلة،
وفي وقوفه في كل مرحلة إذا هو كده تمكن من مقام أو وصل إلى مقام معين، فمقام اليقظة، مقام التوبة، مقام الشكر، مقام الصبر، وهكذا. دي كلها إيه؟ مقامات يقطعها العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. الرسالة القشيرية من أحسن الكتب اللي حضراتكم ممكن تقرأوا فيها، وهي رسالة جيدة جدا معبرة عن التصوف السني، فيها ترجمة للعباد والزهاد من الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك فيها مصطلحات القوم، ماذا يقصدون مثلا بمصطلح القبض والبسط، مصطلح الجمع والفرق، مصطلح الصحو والسكر مثلا. وهتلاقوا هذه المصطلحات متكررة مثلا في أشعار سيدنا الفرد، الصحو والسكر. يجي الناس اللي مش فاهمين حاجة يقول لك إيه ده، الصوفية بيشربوا خمرة أو بيحبوا الخمرة أو كذا، بينما كلمة الصحو والسكر لها عندهم معنى محدد، زي مثلا مصطلح برضو الذوق والشراب. دي كلها مصطلحات يقصدون بها معاني محددة تعلق بعباداتهم لله سبحانه وتعالى. فأبو حامد الغزالي عليه رحمة الله بيقول إنه علم التصوف بيشتمل على هذه المصطلحات الخاصة، ومعرفة أن هذه مصطلحات التصوف جدا، لا تطيع الإنسان إنه هو يدخل في علم دون معرفة مصطلحات أهله. فأي حد عايز يتحدث عن التصوف أو عن الصوفية لازم يكون عارف مصطلحات الصوفية حتى لا يحاكمهم إلى مصطلحات غيرهم. قال: والإثبات والمحو والفقر والفناء والولاية والإرادة والشيخ والمريد وما يتعلق مع الزوائد، وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات. يعني ما هي أحوال الشيخ، ما هي أحوال المريد؟ هتلاقوا أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية، بعد ما ذكر في أول الرسالة كرام للعباد والزهاد من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم أورد مصطلحات القوم، ثم أورد في آخر الكتاب بعض الأحكام المتعلقة بالولاية، يعني هل الولي معصوم مثلا، الكرامة وتعريف الكرامة، المريد وأدابه مع شيخه. فالمتصوف يتحدثون عن هذه الأمور. قال: وما يتعلق بأحوالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات، ونحن نتكلم في هذه العلوم الثلاثة في كتاب خاص إن شاء الله تعالى. الكتاب الخاص بقى اللي تحدث فيه أبو حامد الغزالي عن هذه الأمور، ربما والله أعلم يكون كتاب إحياء علوم الدين، ربما يكون كتاب ميزان العمل، والله أعلم. والآن ليس قصدنا إلا عددناها على طريق الاختصار والإيجاز، ومن أراد الزيادة وشرح هذه العلوم فليرجع إلى مطالعة الكتب. إحنا عايزين زيادة عن الشيخ، فإلى أين نذهب؟ هنذهب بقى إن شاء الله تعالى ربما من المرة القادمة في التوسع في تصنيف العلوم إلى كتاب تصنيف العلوم للفارابي. طيب، ولما انتهى الكلام في بيان تعديل أصناف العلوم، فاعلم أنت يقينا أن كل فن في هذه الفنون وكل علم من هذه العلوم يستدعي عدة شرائط، يعني تحصيل هذه العلوم، سواء كان هذا العلم علما عقليا أو علما نقليا، فلابد فيه من شروط معينة لينتقش في نفوس الطالبين. فبعد تعديل العلوم يجب عليك أن تعرف طرق التحصيل، فإن لتحصيل العلم طرقا معينة نحن نفصلها. هيبدأ بعد ذلك يتحدث أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تعالى تعريف الناس بكيفية تحصيل العلوم. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في بيان طرق التحصيل للعلوم من المرة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب، قبل ما ننتقل لحاجة تانية، هل حد من حضراتكم عنده أسئلة في اللي احنا قلناه؟ هل قراءة كلام الفلاسفة ده في كتاب هذاك رشحته من شوية الحدائق؟ أنا رشحته، ما أنا بقول القراءة في كتب الفلسفة لا تكون إلا واحد درس العقيدة كويس. أنا بجيبكم هذه الكتب ما يفك عبارة أبو حامد الغزالي. الكتاب اسمه الحدائق في العالم، موجود على الإنترنت، اسمه الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة بتاع عبد المحمد بن السيد البقيوسي، والكتاب اعتنى به ونشره الشيخ محمد زاهد الكوثري عليه رحمة الله تعالى. هنقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.